دول الاتحاد المغربي للصحه والبيئه والحمايه المستهدف كجهه منظمه للمنطقه الاول حول الصحه والبيئه تحت شعار جسم سليم في بيئه سليمه. تيجي تنظيم هذا الملتقى الاول اللي الحمد لله كان ناجح بامتياز، كانت فيه جمعيات وملتقى وطني الاول، كاينه جمعيات على الصعيد الوطني، جمعيه الاطباء، كانت كتابه الدوله في التنميه المستدامه، كاين منسق لجنه البيئه في البرلمان، لحد الساعه كاين تفاعل مع المواضيع، ناس ذوي الاختصاص من جميع المكونات العلميه اللي تقدر تساهم، كاينين اطر طبيه بكثره. للاسف ان وزاره الصحه توجهت لها دعوه في الوزير او من لان هي المهتمه اولا اللي ما كانتش حاضره، كاينه كتابه الدوله المياه والغابات ما كانتش حاضره اللي باش تكون تعطينا معطيات وعرض وتنورنا، ما عرفتش علاش. غادي نحاول نخرجوا بتوصيات قيمة نظرا للوجوه اللي كاينة والكفاءات اللي كاينة. هاد التوصيات اللي كنتمناو تكون لوجيك منطقية اللي نقدروا نتابعوها حنا كائتلاف، ما تكونش توصيات في علم الخيال ولا شي حاجة اللي غندويو بزاف وما غنديرو والو. مع اقتراب شهر رمضان المبارك كندعي على نوجه النداء لمصالح مراقبة الغش ومصالح البيطرية باش تعطي واحد الاهتمام المراقبة، لأنها ما كايناش في خريب في هذه المنطقة ديال الجهة كاملة، على ما الائتلاف كيسجل كاين غياب تام، اللي بغى يدير شي حاجة حاجة، الناس ما بقاش عندها مشكل ديال الغلا، المشكل عندها دابا ديال المراقبة، اللي تيبغي يبيع شي حاجة كيبيع، اللي يدير غياب تام وتسيب تام.